شكري يبحث مع نظيره الأردني اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة. العاهل الأردني يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي قضايا المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب. واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران بسبب التجارب الصاروخية. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الإخبارية يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يلتقي اليوم وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الأردني أيمن الصفدي وذلك بمقر وزارة الخارجية. وتتناول المباحثات مستجدات الساحة العربية والتطورات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس، حيث استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك خصوصا في المجالات العسكرية. وأكد جانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى بحث عدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي. قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك إن الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على إيران بسبب صواريخ الباليستية، وحذر من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا ما لم يتم كبح طموحات طهران. واعتبر هوك في تصريحات صحفية إن التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالاتفاق النووي، ودعا طهران للكف عن كل الأنشطة ذات الصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية. قالت وسائل إعلام تركية إن محكمة في إسطنبول أيدت حكم السجن الصادر في سبتمبر الماضي ضد المعارض الكردي صلاح الدين دبرتاش بزعم الدعاية للإرهاب، وينص الحكم على سجن دبرتاش 4 سنوات و8 أشهر. وصعد نجم دبرتاش عبر أدائه اللافت في انتخابات عام 2014 والتي فاز فيها أردوغان، وترشح المعارض الكردي ثانية في الانتخابات الأخيرة والتي جرت في يونيو 2018 من زنزانته. قال مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في مذكرة القضاء إن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعاون بشكل كبير مع الادعاء، وإن الأمر لا يستدعي إيداعه السجن. وأضاف المكتب أن فلين ساعد في التحقيقات المتعددة وأدلى بمعلومات بشأن صلة أو تنسيق بين الحكومة الروسية وحملة ترامب الانتخابية. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.